فدي واحدة منهم بالذات طيب واحد بيشتكي فيه كده خلاص؟ الأدوات دي أنا بشرح للدكتور إن أنا مفيش مانع إن في كالسيوم بس عادة يعني عادة الموضوع جاي طب القصة إيه؟ المانستيشن اللي خدناها في الفيديوهات اللي هو بتاع مايكروويف هي نفس المانستيشن اللي هتلاقي فيه اسمه هو سكيورتي ولا نون سكيورتي؟ نون سكيورتي يبقى هيدي بريشر مانستيشن أو مثلا إيه؟ وهيدي ديفيشنسي اللي هو تمام؟ طب لو الفانكشن يبقى كده ايوه سكيورتي وديفيشنسي في الايه؟ بالدوبامين اللي طالع منين؟ هايبوثالامس.
طيب طالما هو under inhibitor effect على طول، لو انا شلت الانهبيتور افكت لا يحصل هيزيد. وبالتالي السؤال هنا قلت لكم قبل كده بطريقه ثانيه، لو انا عندي نون فانكشنينج او عندي ادينوما في البيتيوتري، انا مش عارف هي فانكشن ولا فانكشن، الادينوما دي موجوده عند منطقه الستوك، فهتضرب الايه؟ الستوك، هتكمبرس على الستوك، فهتقطع الوصله اللي بين البيتيوتري والايه؟ والهايبوثالامس. كل الهرمونات هتبتدي، ما كل ده اندر ريليزنج المفروض الاثنين، بس هما بتريليز في الاساس، كله هيريليز، لا هيقل الاستيميوليشن بتاعها، فيبتدي يحصل هايبو بيتيوتاريزم. يعني لو ضربت الهايبو ثالامس هيحصل ايه؟ هايبو الا البرولاكتين هيزيد، لان هو اندر انهبيتور افكت بس. عرفنا اللعبه دي؟ طيب كان كده الناس اللي عندهم مشاكل في الهايبو ثالامس عندهم مشكله في البرولاكتين بيزيد. طيب ايه الاسباب الثانيه؟ الاسباب الثانيه مهمه جدا الباثولوجيكال، هناخد يعني من الحاجات المهمه. دراجز ده الاشهر. انتوا مش متخيلين ان واحد مثلا بياخد، مش هنقول دواء اكتئاب، في دواء معده. برين سيكلوبرامايد وديمبردون بوتينيوم. تخيلوا مثلا في واحده كان عندها ارتجاع حمري واتجوزت، الاستريس زاد، فالجرد ايه؟ زاد. شهر ما حملتش، مشكله قوي. شهر كمان شهر ما حملتش، الاستريس زاد والجلد زاد. وبعدين قعدت ست شهور ما ايه؟ عملت، قعدت تابع مع دكاتره الايه النساء، كان يعملوا لها ايجوليشن وريجوليشن. لا البرولاكتين زادت، يدوا لها علاج يقل سنه ويرجع يزيد تاني، وانس تبطل العلاج ايه؟ يزيد تاني. لغايه ما اكتشفت حاجه بسيطه قوي، ان هي اصلا عارفه ادويه ارتجاع مريء، فبتجيب الموتينيوم او الدوبريدون وتجيب معاه اي بي بي اي وتمام. فكان هو اللي عاملها هايبر ايه؟ برولاكتين. بس اقول لكم الموضوع كومون، يعني مش بسيط. فحاجه بسيطه انت لو مش عارف المعلومه دي تعدي منك. وادويه كتير بقى، شوف بقى انتي 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 ديبريسنت، انتي سايكوتيك، انتي دوبامينرجيك، انتي انتي ايميتيك، انتي هايبرتنسيف. الخمسات دول مش مستخدم كتير، بس البيرابامين ممكن تستخدم كتير، بالذات في ادويه القلب شويه. الريزيربين ده كان مستخدم في، او كان الاكشن بتاعه كان بيشتغل ازاي؟ المفروض ده اصلا خلاص محدش بيستخدمه بالعكس، مش موجود عندنا. انا فاكره الريزيربين كان تقريبا بيمنع الابديت. اشتغل هنا سنترال اكتيف سباسوليتر، الدواء ده اصلا المفروض ان هو مش موجود معظم العالم، بس موجود عندنا في التمرين في نفق الدواء. عارفين دواء اسمه هيبوسين؟ طيب يعني موجود الدواء، الدواء ده بيعمل حاجات غريبه قوي السايد افكتس بتاعته، من ضمنها سوسايدال اتاكس، يعني بتوصل لدبريشن وسوسايدال ايه؟ اتاكس. انتوا شايفين بيشتغل ازاي سنترال اكتيف؟ من ضمن السايد افكتس بتاعته بقى الهايبرفلكتينيا. طيب استروجين وسايموتيدين، سايموتيدين ده كان زمان بقى خلاص محدش بيستخدم ده كوكسيدين، اما الاستروجين الناس اللي بياخدوا في مرض طبيعي ممكن يكون اسبابه، بس ما تنساش ادويه المعده وادويه الضغط. طيب الاسباب الثانيه بقى اللي هتعلمها، هو مين اللي بيعملوا اليمينيشن؟ ميتابوليزم، في رول للكدني ورول للليفر، فلو الليفر او الكدني فيه مشكله يبقى الاليمينيشن قل، يبقى الليفر ايه؟ هيزيد. الاثنين فيسيولوجيكال وباثولوجيكال برضو عادي متوقعين. ضربت الهايبوثالامس يبقى عرفت ليه لما اضرب الهايبوثالامس هيزيد الايه؟ البرولاكتين، مش مستغرب. او ان عندي بيتيوتري برولاكتينوما، بيتيوتري ادينوما بتفرز الايه؟ البرولاكتين، وده الاوقع هتديني الافات في الليفل بتاعي.
لليفل 1000 وشويه 2000 وشويه ليفل عالي جدا، او ان ضربت الستوك شفت الكمبيوتر ادينوما فانكشنال وبرولاكتينوما عماله تفرز برولاكتين، ممكن ادجست الادينوما موجوده ايا كان بتفرز ولا تفرز بس ضربت الايه؟ الستوك، هتعلي لي الايه؟ الموضوع. طب ممكن حاجه غير البرولاكتينوما والليفل يزيد وما تكونش ضربه الستوك؟ يبقى البرولاكتين يزيد وما تكونش ضربه الستوك وهي اصلا مش برولاكتينوما؟ اكروميجن 30% من الحالات بيبقى معاهم اسوشيتد سكريشن برولاكتين. طب وليه؟ ما هي الاسيدوفيل بتطلع الاثنين اصلا. فلما يطلع فيها حاجه بتفرز بريفر مود ممكن بالنسبه منهم المنع ده يطلع كمان ايه؟ برولاكتين. عشان كده برضه لما الاقي حالات الاكروميجن ايفالويت على طول الايه؟ البرولاكتين. ماشي؟ سهله الاسباب بتاعتها دي من الحاجات المهمه وبتيجي اسئله. كلينيكال بيكتشر متوقع يعني لما الدنيا تمشي ازاي، بس يهمني ادور على السبب الاول قبل ما اعمل الليفل بتاعي. هو الرقم ده المفروض ان هو يتحفظ، وانس ان هو عدى ال 100 حط في دماغك ان ده تيوب، يعني ده مش طبيعي فيسيولوجيكال ولا باثولوجيكال عادي، ده حاجه سبيل. حط في دماغك البلاكتينوما الرقم ده يتحفظ مللي جرام ريليتد. لو هو اقل من كده ادور بقى على اي حاجه ثانيه مش مشكله، بس لقيته اعلى من كده اعرف ان ممكن يكون بلاكتينوما. طيب مين اللي هيقول لك والله ده انا شاكك او انت تشك ان هو عنده البرولاكتين عالي؟ في الميلز لحد ما يعني مش مشهور قوي، بس وانس ان بقى في سنه كان كاباستيا ولوس اوف ليفيد وامبيتر فبيدور فيروح يشوف اداء الاول يبتدي يعمل له تحليلات من ضمن تحليلات التستوستيرون والبرولاكتين ليفل. تمام كده؟ طيب وكمان الليش والاكسبيتش يتشاف هو الموضوع حاجة تحت ولا حاجة ايه؟ سنترالي مأثرة على موضوع السمراتوجينيسيس او ايا كان والانفرتيلتي. طيب انفرتيلتي نفس القصة، ما هو السمراتوجينيسيس هتقل هيبقى في سنة ايه؟ انفرتيلتي. نفس القصة عند الفيميل، بس هم اصلا كده كده عندهم بينيك ومصر فبيحصل جلاكتوريت يبقى يحصل برودكشن للايه؟ للميلك، بس شوية شوية يحصل انفيوليشن، مش هيحصل انفيوليشن. هتبتدي قصه الانفرتيليتي خلاص، بالذات لو قلنا ايه يا مستنيه الاستريس بيزيد، الاستريس بيزود الموضوع اكتر اكتر اكتر، هتلاقي واحده واحده الدنيا ايه زادت شويه. طيب المانيفستيشنز دي خلتني اعمل الليفل خلاص واتاكدت ان الليفل عالي، بس اشك ان هو برولاكتينوما لا عشان ابتدي ايفالويت. من ضمن الحاجات اللي بيتا بيت الايه بتقدري، عشان لو في ادينوما في ادينوما دي قصة تانية، مفيش ادينوما دور بقى على حاجات، شوف الليفر شوف الكيدني شوف بقى دراج انديوز شوف الاستريس والحاجات التانية. طيب اعالج ازاي؟ بصوا هنا بقى الموضوع جميل جدا. الاكروميجا اللي كنا قلنا ايه؟ ان معظمها ماكرو ادينوما صح؟ معظمها كبير وبنكتشفه متاخر وعادة بيفتتح ترامبر. طب ودي ممكن وممكن، طب ايه الفرق يعني؟ لابايل قوي السايز بتاعها للدوبامين، يعني لو جيت واحده عامله كومبريشن وانترا كرينيال هايبرتنشن ومانيفستيشن سيفير اول ما يشوفها الجراح كده يقول لك دي هتتشال وتتشال صح؟ في الاكروميجالي هتتشال ايه؟ تشال وتشال فرونت. هنا لا، هنا بندي دوبامين تلاقي حجمها وصل لاقل من 50%، بعد ما كانت لازم افتح من فوق ممكن اصلا تبقى مش محتاجه اوبريشن. تخيلوا بيحصل شرينكج مع الدوبامين اجونست بصوره كبيره لدرجه ان حتى ايفن لو جايه بميديكال ايمرجنسي مانيفستيشن من الكومبريشن ممكن ادي دوز من الدوبامين هتلاقي مانيفستيشن ابتدت تقل وعاده مش هيحتاج ايه؟ جراحه. طيب يبقى الدوبامين والكلام ان الدوبامين بس في انواع الدوبامين اجونست، البرومونكرتين ده بتاع زمان، كابر بليد وحاجات تانية ابتدت تطلع
السايد افكتس بتاعتها اقل، مع ان برضه الريتروكتين فالكروزس بيبقى زياده برضه بيحصل شويه، بس نبقى عارفين الحاجات الدوبامين اجنس ديت رهيبه في السايد افكتس بالنسبه للجو اي تي. اول ما بياخدها كده تلاقي نوزيا وفومتنج وابدومينال بين. ممكن الست في انواع بتاخد مره في الاسبوع حاجه او لونج اكتنج شويه، فخلي الحاجه مسيت من يومين ثلاثه، مع ان حدتها مش طبيعيه وبعدين تبتدي ترجع وي وي وتروح تكشف. نلاقي جرثومة مين؟ سنة المعدة، يبقى عندك الجرثومة ويعالجها من الجرثومة وتقعد تاخد علبة وترجع وهي عمالة تاخد قرص كل شوية. طب مفيش أي حاجة تانية، اه ده هو في قرص هو اسمه، يبقى بس نبقى عارفين إن دي مش سهلة قوي إن حد يمشي عليها برضه إيه فترة طويلة. ما جابش نتيجة أو مش قادر أستحمل الأدوية بنستخدم يبقى السيرجري أو الراديشن. من ضمن الحاجات بس الميكسديما علاجها بسيط. الميكسديما هي مشكله التي ار اتش، طب ما انا اظبط الميكسديما كل حاجه ترجع لطبيعتها تاني، التي ار اتش هيقل فالاستيميليشن بتاع الايه البيتيوتر هيقل فلا الليفل يتظبط لوحده. ماشي؟ يبقى التكه اللي في البرولاكتينوم عن الاكروميجالي رقم واحد ديفرنشال دايجنوزس البرولاكتينيمي، رقم اثنين ان هي لابايل كسايز للايه؟ الدوبامين اجونست على عكس مين الاكروميجل. الاكروميجل جاست ان انا بديله الاكتيلوتايد بيقلل السكريشن حتى مش بيقدر يمنعه. لا دي بيديله ريسبونس هاي لدرجه تقلل السكريشن جامد والسايز كمان بيقل جامد. طيب بعد كده بتيوتري ادينومز او تيومرز يعني. عاده هي الادينوما من اشهر الحاجات اللي بتيجي في البيتيوتري. بس لو جت ساعات بنكتشفها اكسيدنتي. وساعات يكون هرمون الميلاكسيشن زي ما احنا شايفين حسب ما الراجل جاي، فساعات يكون الافراز بتاعك جروس هرمون او برولاكتين او حتى حاجه ثانيه، بس المعظم بيكون نون فانكشن واحيانا اكسيدنتال كده حد بالصدفه بيعمل حاجه سي تي عشان حاجه اكتشف حاجه صغيره. طب لو طلع بقى ايه مانيفستيشن يبقى ايه لازم هبتدي اخد داي فانكشن ولا فانكشن والقصه ديت واعمل لها ايه واعمل لها مانجمنت. طب هتفرق معايا في ايه؟ البيتيوتري ادينوما حتى لو هي سمول ان سايز انا بحط في دماغي المالتيبل كانيون بيج على طول. برضه هي مش خطيره، الاخطر اللي هيجي مين؟ هيجي بعدها. فاكرين لما خدنا الثايرويد تيومرز كان في واحد قلنا الواحد ده هو من اخطر الانواع اللي هو ايه؟ بضلر ايه؟ الكالسيوم. ده لما بيجي ان اوبر اول ما بيظهر اصلا اعرف ان ده ان اوبر خلاص الراجل ده مات. تخيل انت الناس عشان كده يمكن ربنا عشان حاجات مقدمات ومن ضمن المقدمات دي ان يكون حاجه بتيوتر ادينوما فانكشننج او حتى حاجه ثانيه ادينوما بانكرس مثلا او ايا كان او باراثيرويد يبتدي يقول لي والله ده ممكن يكون مالتي مشكله بريز بدور على حاجات ثانيه. وربنا عامل لنا الكالسيتون ان ممكن هو يكون ماركر اقدر اتوقع بيه ايه هيظهر ولا مش هيظهر. يبقى دي الفايده منه. رقم اثنين ان هي موجوده في مكان مش سهل. فالكمبريشن مانيفستيشنز دي بتبقى مشكله كبيره. المريض في الاول يعني ممكن ما يكونش واخد باله يعني ده تيجي سيتوس قوي. بس انا الموضوع لازم الفت نظره لما يكون الفيجوال فيلز حاجه ضربت صغيره كده على الجناب خلاص في ناس بتلاحظها وناس لا. لا ادور على الاوبتيك جهاز مع الصوره مميزه اصلا. اول ما تلاقي الاوبتيك فيلد ديفكتد كده كوادرنتال اعرف انه ممكن يكون اوبتيك جهاز ما ايه ليجن. وجنبك من ناحيتين في كافيرنا ساينس وفي كرينيال ايه نيرفز. يبقى الكومبريشن افكت مش جاست ان هو يعمل لك انترفيرنس تنشن وشويه صداع وكلام فاضي من ده، ده ممكن يعمل لك ماس افكت على الحاجات التانية. طيب الهيدك هنا قلنا بيمر في كام مرحله؟ ثلاث مراحل. اول مرحله اللي هو التنشن جوه السله ايه؟ توصل. بعد كده فك الدفرام اللي فوق تلاقي الراجل حاسس براحه شويه. طيب يزيد السايز فيزود الانتركرينال ايه؟ تمشي. نبتدي بقى بريزستنت ودي المرحله اللي بنتناها معاها. حتى الراجل حالات الاكروميجالي لو انتم فاكرين عنده ستيل هيدك وعنده ضغط عشان هو الاكروميجالي بيعمل هايبرتنشن بس الضغط مظبوط بالعلاج ستيل لسه في ايه؟ هيدك. هو يفسره خلاص ان هو اه ده هو ده الضغط هو اللي عامل لي كده. ماشي؟
طيب الميري ماس افكت هرمونال سيكريشن والبيتيوتري هايبر فانكشن على اساس ان هي بتكمبرس الحاجات دي. انا لما باجي اعمل ايمجنج للبيتيوتري بقول له بيتيوتري ايمجنج بيتيوتري ام ار اي كده. ليه؟ عشان بياخد كاتس معينه على الليفل بتاع البيتيوتري ادق شويه عشان ترسمها لي كويس احسن. خلاص فيبقى ام ار اي ده البيس ان انا اعمل عليها واقول له ام ار اي بيتيوتري جاست ان انا اقول له ام ار اي خلاص برين ماشي. طيب الفيجوال فيلد ايفالويشن عشان اشوف الكومبريشن افكت على الاوبتيك جهاز ممكن البيشنت ما يكونش واخد باله او عشان السيلوس فهو اتعود على كده فبيتعمل ان هو نورمال. طيب لما اجي اعمل تريتمنت هي زيها زي الاكروميجال زي حاجه زي فانكشن ولا فانكشن عامله كومبريشن ولا مش عامله كومبريشن. طب هي اكتر من سنتي ولا اقل من ايه؟ من سنتي. ليه؟ هدخل لها ترانس سفينويدر ولا ترانس ايه؟ فرونت ماشي؟ طيب برضو لو طلعت برولاكتينوما الميديكال تريتمنت هو الاساس على عكس الايه؟ الحاجات التانيه. برولاكتينوما الميديكال تريتمنت هو الاساس. طيب العكس بقى تماما انتي سيلر تورشكا سندروم. انتي سيلر تورشكا سندروم او ساعات بيسموه انتي سيلر خلاص. ليه؟ حسب يا مبرره ولا لا؟ يعني في ناس كده مثلا بالصدفه بيعملوا اشعه على البرين لسبب ما وبعدين بيبص الراجل على البيتيوتر كده عشان يفرويت مش لاقيه مش شايف الايه؟ البيتيوتري. هي بتبقى راحت فين؟ مين اللي عمل كونكشن؟ وكبر ازاي وطلع واتجوز ازاي وخلف ازاي؟ لا بقول لك ناس عاديه اكسيدنتال يعني فاهم؟ اكيد في حاجه بتفرق. لا هي هي عارف اللي هو عارف انت الفطير البيتيوتري عامله زي العجينه كده. البيتيوتري راحت فين؟ لزقت. هي بتبقى عامله زي كده زي ثل لير كده من البيتيوتري بقت مبطله السيلتس فهو شايفها فاضي. عشان تبقوا متخيلين هو الاسم سنترو ازاي حصل ده وازاي البيشنت سكيشن حاجه يعني ولا صداع ولا انتربريت تنشن ولا حاجه وبعدين مش لاقي. طب وازاي الراجل الهرمونال الدنيا تمام والدنيا كويسه؟ هي كده تفسيرها ان هي بقت رفيعه ستيل لسه في سيلز موجوده السيلز دي على الجدار بتاع البوم بتاع السيلا تورسكاندو فمش مديلك ايحاء ان في حاجه بس هي موجوده او موجود منها ريمنت ده قادر على انه يطلع هرمونات تقوم بوظيفتها كويس عشان كده بيسموه سندروم ده السندروم. انما القصه بقى اللي هو البرايفت القصه ان هو سكندري بقى سكندري طبيعي ان حد يكون شالها عمل عمليه سيحها بالراديشن خد دوبامين فيعني كشت واختفت ماشي ممكن مقبول انما مش مقبول ان يحصل كده لوحده. زود على الاسباب دي بس ان يكون في بيرسيستنت انتركرينيال تنشن دي احد الثيوريز اصلا بتاعت البرايفت ان الناس دول كان عندهم درجه من درجات الانترفيتيشن ومأثره على السيلا تورسكا ومأثره على الايه عامله كومبريشن والكومبريشن عملها زي الراجل اللي بيعمل تطيره كده ولزع الجدار بقت ايه؟ بقت فيري تين ومش باينه في الايه؟ في الانرجي. طيب القصه ايه؟ ما هو لو باثولوجيكال هتلاقي هرمونال ديفكت زي حالات ايتروجينيك ثلاثه بتوع او ان يكون انتروجين ريزيستنت عندهم مانيفستيشن وفيجوال فيلد ديفكت بتاع الانتراكرينيال ايه؟ تنشن تمام؟ ساعتها هعمل ريبليسمنت لو انا عندي ديفيشنسي في الهرمونز ما كانش والست ما تشتكيش او الراجل ما تشتكيش والدنيا تمام والهرمون ليفلز اللي انت عملتها كلها بتاع الفيديوتك تمام يبقى جاست اشورنس بس. بص يا عم الحاج انت زي الفل ما تقلقش بص يا زلمه انت زي الفل تمام بشرط ان ما يكونش فيه صداع. طب لو في صداع يبقى اعمل ايفالويشن انتركرينيال ايه؟ تنشن خلاص كده بالذات لو تنشن هيريك او بريشر لايت هيريك الناس دول بنكتشفهم بالصدفه خلاص عنده صداع ده عندك مش عندك ضغط عليه شويه ضغط واطي شويه ده توتر ده القصه دي بعدين
يحصل. طيب بقى الشورت ايه بوبليكس؟ بوبليكس احنا الاسباب دي طبعا خدناها اصلا من اسباب الايه؟ ما خدناها ولا خدناش؟ خدناها في اسباب ايه؟ بانيا كابيتاليزم صح؟ بس دي امرجنسي بقى. شان سندروم مش امرجنسي قوي يعني لدرجه انه مثلا ما يكتشفوش الموضوع الا بعد شهر او شهرين عشان ما بترضعش ما تقلقش لا تبتدي تدور. انما دي لا المشكله ان هي مش جاست ان اكيوت بيتيوتري هايبر فانكشن نتيجه لان كان في سمول تيومر او ادنوما حصل فيها هيموريش فكانت الادنوما اللي قد كده بقت فجاه قد كده فعملت كومبريشن وايفن نكروزس في القصه دي وتعمل سيفير انتركرينيال ايه؟ تنشن عشان كده دي ايمرجنسي. طيب الحاله دي ادنوما اصلها ايه؟ هيفرق معايا مش هيفرق؟ الادينوما اصلها ايه؟ هيفرق عامل مش هيفرق؟ طيب لما تخيلوا كده واحد فجاه كده جاله سيفير هيديك ومش راضي يروح بعدين عملت له ايمجنج لقيت مكان بيتيوتر هيماتوما كبيره وقصه واصلها في ادينوما صغيره كده موجوده مع الهيماتوما اللي موجوده ديت هيفرق معايا الاصل؟ المفروض اعمل ايه على طول؟ كومبريشن صح؟ طيب يبقى المانجمنت بتاعي اول حاجه اجرب الميديكال سترويدز كانتي انفلاماتري واحاول ان انا امانج الايه الانتركرين تنشن الاول واعمل ايفالويشن للام ار اي بعدها بتقل معايا والمانيفستيشن بتتحسن مش شرط ده مش راضيه تقل معايا مضطر ان انا اتدخل بديبالكنج مش لازم اشيل بسرعه بس في ناس بيتكلموا على البرولاكتينوم ان ممكن مع الاسترويد لو اديت دوبامين ممكن الساين بيقل كويس قوي فعاده ممكن تعدي وداوت ايه؟ وداوت ديبالكنج اوبريشن يعني يبقى انت القص بتاعك ممكن يفرق معاك بس في حالات الايه؟ البرولاكتينوم. نيلسون سندروم، نيلسون سندروم ده مشهور حتى عارفه مشهور زمان في الباثولوجي معلق معانا ليه؟ عشان الناس بتتعب عليه صح؟ لما يجي حد يقول لك ايه فجأة المريض عمال يسواد سواد لغاية ما بقى كنت كنت بعدين هيسواد أكتر من كده ايه؟ عمال بيسواد برضه طب يا جماعه ايه الوضع؟ هو ده بيبقى المفروض متوقع وكان بيحصل زمان ما بقاش يحصل ايه دلوقتي. الاس دي اتش ده لو فاكرين ايام زمان ان هو له ميلانوسايت ستيميليتنج ايه؟ افكت. اصلا فيه هرمون كده بيطلع من البيتيوتري. بس هو له نفس الايه؟ الكاركتر تقدر تعمل استيميشن من الميلانوسايت. عشان كده لما نيجي ناخد في الالفينال فانكشن افكت لو في هايبر سكريشن من الاس بي اتش حالات البرايمري هايبر سكريشن يعني البوست فيدباك هلاقي الناس بتوع الاديسون بي ايه؟ بيسود بيغمق دي من ضمن المانيفستيشن تلاقي واحد جاي يقول لك انا حطان على طول ومرهق على طول شكله كويس وحاسس سنه ومش عارف ازيد خلاص والضغط دايما قليل ولو هي ست بقى امها بدر دي عماله تغمق يا دكتور وتسود لغايه ما بقت ايه زي البحر القصه كده مع انها ما بتطلعش على طول ده اديسون من غير اصلا ما تعمل تحاليل هايبوتنشن واثينيا وفاتيج و هايبر بيجمنتيشن خلاص يعني الغرض من القصه ايه؟ النيلسون ده عباره عن ايه؟ ان انا كان عندي بايلاترال سكريتنج ادينوما للستروي فكانت عامله كوشن فالناس او جايين عاملين ايه؟ شايلين الاثنين ايه؟ تمام حصل ادرين ايه اللي حصل فوق؟ عايز امسك مفيش لو ما عوضش كويس عشان يعمل انهبيشن كويس للايه؟ للبيتيوتري هتلاقي الاي سي تي اتش عمال ايه؟ يطلع اي سي تي اتش عمال يطلع اي سي تي اتش هيطلع بكميات مهوله يبتدي يعمل لي هايبر بيجمنتيشن نيلسون سندروم ده كان بيحصل زمان في البايلاترال ادرينالين دلوقتي الناس بقت اورينتد الموضوع والراديشن ثيرابي
بقى يعوضنا شويه عن الايه عن الانتفاضيه ديت والايرلي ديسكفري برضو وعلى الاقل الجود ريبليسمنت الحالات اللي زي دي. خلاص كده احنا خلصنا الانتيرور ايه لو طلبة ايه؟ لما يجوا يدخلوا مثلا برضو ايه؟ تخصص بيهد البطنة يعني ويجوا امتحن في الماجستير بيذكروا ما أرقانين اصلا عارف المعلومة على قد الامتحان كده؟ خلاص لغاية لما يجي واحد صاحبك بقى شغال جراحة وليكن جراحة مخ وأعصاب يقول لك ايه؟ حقن العيان كان زي الفل وعامل له عامله زي الفل والراجل الصف ايه يا عم الطفل ده يقول لك الراجل بيطلع لي 10 لتر في اليوم ميه ازاي؟ ما اعرفش يعني تخيله 10 لتر شلالات يعني كان كده جهاز اسمه دايابيتس انسيرت تمام؟ مش دايابيتس مليك بوال بس بقول زي الشلالات بقى بدون سكر خلاص عليه سكر كويس طب عنده املاح بيعمل كتير عنده مفيش املاح امال ايه القصه؟ تبقى قصه الانتي دايوريتك ايه؟ مرموق طيب انت لو ما تعرفش هتقول ايه؟ اعمل له ايه الراجل ده؟ كويس ان الشاشه شغاله اعمل له ايه الراجل ده؟ ايه؟ طب حد يتوقع ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ الراجل ده جراح ماهر ماهر عبد الحميد معنى الكلام ان هو ما لطش الفيديوهات دي حاجه يقول لك ان انا ما جيتش يا ابني ليه؟ والله العظيم انا ما جيت يا ابني الفيديوهات يا عم مصدقني والله العظيم يا عم خلاص انا عارف الناس اللي زي دول انا جاست ان انا لو انا عارف كويس اقول له ولا اي حاجه ادي له بس ماينرين ده كده يومين ثلاثه كده وتابع الدنيا تلاقي الدنيا كويسه كله قبل كميه البول خلال اسبوع الراجل ده مازال فرق. من اهم اسباب الانتي دايوريتك هرمون ديفيشنسي مش ان انا اعمل كروما او استروجينيك او ان انا اعمل ايا كان السبب او الانفلتريتد ديس اوردرز او من اهم الاسباب ان جاست ان انا اعمل اي انتراكرينيال مانوفر بس اي انتراكرينيال مانوفر ممكن جاست ان هو ايه عارفه ابو لمس يقول لك ابو لمس جاست ان هو جرح يده كده جه شويه هوا عليه كده بتوقف السكريشن جاست ان ده حاجه ترانزينت وهتعدي الامور ان شاء الله ماشي طيب انتوا عايزين ان احنا ندخل في انتوا عارفين انت تذكر مين الشغل بتاعه ده يعني مش محتاجين ان احنا ندخل في السيرش يعني ولا ايه الموضوع بسيط يعني جاست ان هو بيقلل او بيعمل ووتر ريتنشن شويه وبيكنترول عمليه الدايرس طيب وده يعتمد على الكنترول بايه؟ يعني الهايبوثالامس هتحس بايه عشان برضه يبقى احنا ايه؟ عارفين يعني ايه اللي هيخلي الهايبوثالامس ان هي تسكريت ولا مش تسكريت؟ يبقى حسب كميه الايه؟ الووتر في البلاد اللي هي ايه؟ اذن ولد تمام؟ يبقى في اذنر ريسبتورز موجوده لو حست ان هي زادت تبتدي تزود الايه؟ سكريشن يعمل ووتر ايه؟ ريتنشن قلت تبتدي تقلل السكريشن تزود الايه؟ ديرسل وهكذا طيب وانس ان انت عملت اي انتركان روبر الموضوع وقف سكريشن ايه؟ وقف فبيعمل ترانزيانت ايه؟ دايابيتس دي من اشهر الحاجات بس ايه؟ عشان اقول لكم القصه ماشيه ازاي يبقى الموضوع المهم في حالات البوستيور بيتيوتري هنرجع للاستوسن ده خالص يبقى هو انتي دايوريتك هرمون والديفيشنسي بتاع مش الهايبر ديفيشنسي الانتي دايوريتك هرمون
يبقى انت لقيت ان انت عندك اليورين عماله بتزيد بشرط ان مش يكون فيها حاجه هايبر اوزمولر زي السكر وهي اللي عامله دايوريس. لا ده انت هتلاقي ان الاوزمولاريتي ممكن تكون قليله كمان. تمام؟ طيب في الحاله دي تفكر في الدايوريس انسيبس. طب اتوقع السبب ازاي بالهيستوري والايفالويشن؟ يبقى تبقى عارف ان انا عندي نوعين مهمين، سنترالي او سنترال دايوريس انسيبس وده بتاعنا في البيتيوتري، ونفروجينيك الناس بتوع الايه؟ النفروجي عارفين. يعني ممكن يكون الانتي دايوريتيك هرمون هو اللي فيه مشكله، السكريشن قليل فعلا، او ان بيطلع ورايح يشتغل على الريسبتورز مش بيشتغل. في مشكله. تمام؟ عشان كده بيسميه نفروجينيك. طب مين الاشهر؟ هو طبعا احنا قلنا من اشهر حاجات هنا فوق جاست ان ايه تروما او اي انتركرينيال، ويمكن في الاول اي انتركرينيال سيرجري يا جماعه بيعمل ترانزنت ايه؟ هايبرستريم عادي مش مشاكل. انما القصه في الايه في النفروجينيك ممكن يكون شويه احنا مش واخدين بالنا منه، بمعنى برضو التراكس يعني في بيشنت كان بياخد ادويه للنفسيه العصبيه وبعدين هو مش عارف كان سابين ولا فلزابين ايا يعني كان حاجه من حاجات الادويه الانسيتوب، كميه الفرحه عماله بايه؟ بتزيد ويمين شمال مش راضيه تتحس، يمين شمال فارمزين الادويه. فالموضوع تاني الدرجن فيوز زي ما خدنا في البرولاكتين ليفل برضه هنا مهم جدا. طيب زمان على ايامنا ما كانش في ريسبتورز مذكوره في الواقع، يمكن اكوابولين ده جانا سؤال في الدكتوراه فاكر. اكوابولين دي من ضمن الريسبتورز اللي بيحصل ستيميوليشن لها عشان تعمل نقطه ريتنشن. طب لو في ميوتيشن اب نورماليتي مش هيشتغل عليه. برضه البي 2 ريسبتورز البي جايه من بازوبريسن، هو ساعات يطلق على الانتي دايوريتيك هرمون بازوبريسن، ماشي انتوا عارفين القصه دي. طيب فبرضه البي 2 ريسبتورز ايه؟ يبقى انا عندي اثنين ايه؟ ريسبتورز. لو حصل في جينيتك عمل القصه دي ممكن تسبب كده، عشان كده ده ريدوس. او ان السيتوز دي حصل تاثير عليها اكوايرز زي ما قلنا من الايه؟ من الدراكس. من اشهرها الانسايكوتيك دراكس، ولسه حتى بيستخدم في الحالات زي دي. بس في دواء هو المفروض ان هو يعمل القصه دي، يعني بي انهبت الايه؟ الاكشن بتاعه. ديميتروسايكلين ده خدوا بالكم هاخده هستخدمه في مرض تاني اندر منه نادر شويه. الدواء ده ملوش سايد افكتس، انا هستغل الافكت ده اهو ان انا اعالج بيه مرض تاني هناخده كمان شويه او هناخده المره الجايه، ماشي؟ يبقى الديميكروسايكلين هو خط الدم، بس ده من الدراج ايه؟ دراج انديوز. دراج ايه؟ دراج انديوز. يبقى واحد بياخد ادويه شويه لا شلالات من الميه مش راضيه تقطع، ما فيش اي تاثير، وده هيدريشن وابتدى يجي له مانيفستيشن للايه؟ للهايبوتنشن دايليشن، يبقى ادور على ايه؟ دراج انديوز. ايه؟ بص هو الحاجات ما بي... عاده دلوقتي استخدام في الثيرابيوتيك افكت بقى. احنا هناخد من الثيرابيوتيك ايه؟ افكت، انما الاثنين التانيين دول اعتراف انت ايه؟ انت سايكوز. ماشي؟ اي كدني ديسيز كرونيك واثر على الريسبتورز ما هو برضه هيحصل ايه؟ درجه من درجات دايليس انسيلس كدني اميلودوزس، ودي بتحصل في حالات ايه؟ كرونيك انفلاماتوس اوردر من اشهر حاجات. فمين يعمل ازاي؟ اف ام اف بتعمل روماتيد ارثرايتس بيعمل على درجه من درجات ايه؟ بوليسيستيك كدني وكرونيك بين ارثرايتس مش بين ارثرايتس العاديه كرونيك بين ارثرايتس لدرجه ان لما تعمل ايمجنج كده يقول لك في طيب نفريتك كرونيك بين نفريتك تشينز. طب عارف ازاي من الفايبروزس والانفلاميشن اللي موجود في الايه في الايمج؟ يبقى دي كرونيك ديس اوردرز مع كرونيك رينال فيلير مش في كل الحالات. تاني لما يكون فيها مشكله في الريسبتور زي البيتو او الاكوا ايه؟ اكوا كرونيك. ماشي؟ عشان كده في حالات في الرينال كرونيك كيدني ديسيز او كرونيك رينال فيلير وتلاقيهم ما عندهمش مشكله في يعني ما عندهمش يور ريتنشن. انتوا عارفين كل الاكيوت بيكون عنده ايه؟ يورين ايه؟ ريتنشن صح؟ في بعض الحالات لا بالعكس ممكن يكون كميه الايه؟ دول اكتر شويه. دي من ضمن برضه الحاجات اللي بتفسر
ان ليه لما يحصل ريكفري في حالات الاكيوت يبتدي يحصل درجه من درجات الهايبر ايه درجه العكس ماشي. اكوار دي تاني ايه دول لازم تدور عنهم مش في الكبد دول بره الكبد الكالسيوم والبوتاسيوم والثايرويد فانكشن السيديما زي ما كانت عامله برولاكتينيم برضه هنا ممكن تديني درجه من درجات الرايبيس سنسيبس ماشي ازاي نيتروجينيك رايبيس سنسيبس البوتاسيوم لما بيقل يعمل الكالسيوم لما بيزيد يعمل كان كده الناس دول لما تبتدي ايفالويت الكيدني ما فيهاش اي حاجه خالص طبيعي بتسال ايه كالسيوم بوتاسيوم وايفالويت الثايرويد فانكشن دي من بره طبعا الدراجز الاول هي دي اول حاجه تبي اكسكلود يعني بشرط ان يكون الانتي دايوريتك هرمون بيفرز كويس عشان اكسكلود ان ده ايه سنترال تاني سنترال تايب اشهر حاجه فيه ايه جاست انتركرين بروفر وده احنا راح نطلع ترانزيت طيب بعدها هيدروجينيك من نام انا كنت جاي بشيل حاجه فحبيت شويه فرحت جاي واخد او سيحت الدنيا بزياده شويه فدي حاجه هيدروجينيك ماشي حط في دماغك انفلتريتد ديس اوردرز لو فاكرين كنا جبنا سيره سيركيدوزيس والهيموكروماتوزيس صح؟ وقلنا دولت والتي بي قلنا دول ديس اوردرز انفلتريتد فيهم الاثنين سيركيدوزيس تي بي ده جرانيلوميتس وبتحب الاندوكراينال ايه؟ والهيموكروماتوزيس برضه بيحب الاندوكراينال ايه؟ فالثلاثه دول حطهم في اي جلاند لو انت لقيت هايبوسكريشن كده ومش عارف ايه حطهم انفلتريتد ديس اوردرز ده من ضمنهم يعني بس دي حاجات مش كومن قوي ماشي؟ ما بقتش كومن دلوقتي الا لو ادفانسد سيركيدوزيس وما كانش متشخص كويس. طيب جستيشنال دايابيتس وده حاجه كده مؤقته يعني نتيجه البلاسنتال انزيم ايه؟ ميتابوليزم بيزيد وبيعمل القصه دي فبيديني درجه من درجات الترانزيانت او بريجنسي انديوست دايابيتس ايه؟ انسيبتس والدنيا بتتحسن بعد ايه؟ الولاده. فاميليال جينيتك ديفكت طب ما هو جينيتك ديفكت في الايه؟ في الريسبتورز ماشي بس في حاجه اسمها ديد مود على ما اتذكر ديدمون الاثنين بيكون معاها دايبيس انسيبس ومعاها دايبيتس ايه؟ ليتس الاثنين بس ده بيكون ماشي في العيله يعني لو لقيت حد في العيله خلاص حد تاني اشتكى على طول مش هندور هذا كان في بقى اوبتيك اتروفي ولا ليتس ولا اي كده ما تستناش يبقى انت وانس ان حصل السندروم ده في حد في العيله دور على بقيه الايه؟ في العيله ماشي؟ المانيفستيشن بتاعت الكوليورا العاديه اللي هتدي ديهايدريشن وشوك وي مفيش مشكله والاسوشيتد لو هو سنترالي يبقى اللي سبب السبب اللي عمل تروما او كده لو انا حاسس ان هو ضرب كمان الانسول بتويتر يبقى الاقي هرمون الايه؟ ديفكت هي القصه مش في ان انا الاقي دايبيس سيبس هو سهل جدا حد قال لك انا عندي بقى بجيب كميه بول كبيره فابتدي تيفالويت قد ايه في اليوم ده معدي 3 لتر ده معدي كمان ال 10 لتر طب في سكر طب الاسبولاريتي اخبارها ايه عاليه ولا حاجه لا قليله وما فيش سكر ما فيش طب حط في دماغك الدايبيتس انسيبس مش صعب انما القصه هيفالويت هو سنترالي ولا نيكروجينيك والانفستيجيشنز اللي عاملها ازاي اول حاجه خالص لازم تثبت ان الموضوع باثولوجيكال هو ده في بعض بالذات لما تلاقي يونج فيميل ومش باين عليها اي علامه من علامات الدايجنيشن بس يقول لك يحتفل مجمعه بول مجمعه 6 لتر بس في اليوم امال جابت ومامتها تقول لك لا ده انا بدخل معايا الحمام تجيب الكميه دي كلها البنت بتشرب عصاير كتير وبتشرب حاجات كتير وعماله تشرب في ميه ادعاء ان هي الميه هي اللي ايه؟ محتاجاها يعني هي محتاجه ميه عشان ده لا العكس هي بتشرب ميه تديوز ايه؟ دايوريس عشان كده هو القصه الاول قبل ما تدخل في الانفستيجيشن هي دي سايكوجينيك يعني حاجه كده فاكتيشس حاجه مش حقيقيه ولا دي ترو دايبيس انسبس اعرف ازاي جاست ان انا اعمل ووتر ديبريفيشن تيست يبقى اول حاجه خالص قبل ما تبتدي تيفالويت اعمل ووتر ايه؟ ديبريفيشن امنع عينها الميه كده وشوف ايه اللي هيحصل كمية البول بتقل فهي دي كانت الايه؟
القسم، ودي بتحصل عند بعض الايه الفينات. نيجي بقى هنشوف بقى هو سنترالي اكتنج ولا مش سنترالي. بمعنى انا عايز اشوف دلوقتي القصه ايه، هشوف الهرمون بس على طول، يعني ادخل كده احلل الهرمون. مشكله الانتي ديوريتيك هرمون اللي هو لاباين شويه وبيتاثر بحاجات كتير، فصعب ان انت تجيبه لوحده كليفل لوحده وتعتمد عليه، عشان كده لازم يتعمل ايه؟ دايناميك. في الووتر ديبريفيشن انا اديت الراجل فرصه ان هو يعمل ووتر ديبريفيشن، هنقول هنا ايه ما شربش قهوه مش عارف ايه ما ليش فلويد لغايه لما يوصل لساعه معينه، بعد كده هبتدي ساعتها هايفالويت الاوزمولاليتي بتاعت البلود واشوف اليورين والكميه بتاعتها قد ايه. طيب بعدها بقى هبتدي ايفالويت تاني، بس بدل ما اقيس الليفل ما ندي بقى من بره انتي ديوريتيك هرمون او ما شابه، يعني اللي هو الفازوبريسن. فمرة بقى يعني قيسته لقيته حاجه بايعه كده زايده سنه قليله سنه، اعتمد عليه ما اعتمدش. خلاص السكريشن بتاعه مش سهل والكميه مش كبيره ولا غير. يفضل ان انا اعمل العكس بقى. لقيته كده هدي ايه؟ انتي ديوريتيك هرمون. جاب نتيجه، يعني هو الاول لما عملنا ووتر ديبريفيشن ستيل لسه في ايه؟ درس، يبقى هو ترو دايجستنس. طب ما ادي بقى كده انتي ديوريتيك هرمون نشوف. ادينا انتي ديوريتيك هرمون لقينا الكميه قلت. يبقى اكيد كان المشكله فين؟ فوق. طب اديته الكميه ما قلتش. يبقى المشكله مش في السكريشن، المشكله فين؟ في الكدم. عشان كده هي دي اللعبه الاولانيه او التكه الاولانيه اللي دايما الناس بتقف عندها. طب اعمل له ايه دلوقتي؟ يعني هو ده بس اعمل له ايه؟ حياتك بس اقعد بس ايه 6 ساعات كده بلعه بس من المايك بتاع، لو ستيل لسه الايه الدوس شغاله ابعته بقى نعمل له الدايناميك تيست. خلاص؟ ايه الدايناميك تيست؟ هيصومه من المايك مده معينه وبعدين يقيس الاوزمولاريتي خلاص بتاع البلاد واليورين، وبعدين يدي انتي ديوريتيك هرمون ويشوف بقى ايه اللي حصل. خلاص؟ بناء على النتيجه بتاعتنا هتقول هو الاول دايجيشن سيرفيس ولا لا؟ رقم 2 هو سنترالي، رقم 3 هو نيفروجينيك ولا سنترالي. طيب برايمري بوليديكس سندروم ده من الاول اللي احنا اكسكلودد، يعني انا قلت ترو ولا فولس، اللي هو الكيميز بتاعت ايج وستريس حتى انزعاجها بتاع، والثلاثه بتاع اللي هي عطشانه فتشرب كتير ولا تشرب كتير بتعمل دايوريسيس. وعلى فكره هو اصلا مش شرط ان انا اعمل لها ووتر ديبريفيشن، هو سؤال واحد بتقوم كم مره من النوم بعد 3 ساعات من النوم؟ انت اول 3 ساعات دول بيكونوا الميه اللي ايه اللي شربتها قبل الايه؟ قبل النوم. طب بعد 3 ساعات من النوم ما قامتش خالص ونامت لها بتاع 5 6 ساعات بعدها من غير ما تقوم، يبقى اصلا هي ما عندهاش دايابيتس ايه؟ سيمس. دايابيتس سيمس ده تقريبا بينام في مرض بامبلز، يعني بس بامبلز حجم عالي عشان يعرف يكسر الكلام. التريتمنت سهلة اهي، عندي حلين. هو الأول هو أنا عندي مشكلة فين، سنترال ولا نيفروجينيك؟ سنترال. يبقى الحل الأولاني إن أنا أديله أنتي ديوريتيك هرمون وحسب السبب. ترانزيانت يبقى أديله عندي أسبوع لغاية ما الدنيا تفك، وعادة ده اللي بيحصل بوست روتيف. أو بريزيستنت لو حصل تروما، وللأسف هيخليني ماشي على الدواء ده فترة طويلة أوي. مشكلته ايه؟ ان الدوز تظبيطها مش سهل، واللخبطه فيها بتعمل هايبرتنشن ووتر ريتنشن، فتلاقي البيشنت بيورم عنده ايه؟ كديمه. فدي مشكله كبيره. او ان السبب يكون عندي ايه؟ نيفروجينيك. طيب عارفين التجريتور؟ حد سمع التجريتور؟ الدواء ده اصلا مطلعينه عشان ايه؟ انتي ابليبتيك صح؟ وبيستخدم برضه كمان ايه استخدام اكتر منه؟ في الهيدك للايه؟ نيورولجيا نيوروجينيك او نيورولجيا تمام ايا كان نيوروباثيك بين فكتير بيكتبوا بتوع العصبيه. الدواء ده حتى بعدهم يقول لك كميه البول قلت شويه. هو الفكره في ايه؟ ان هو بيزود السسبتبيلتي او السنسيتيفيتي بتاعت الكتني لريسبتور للانتي ديوريتيك هرمون. فمعنى كده لو عندي درجه من درجات ريسبتور
ريزيستنس، طب ما انا احسنها بالايه؟ بالتجربه. يمكن ده الاشهر شويه في الاستبدال. كارفامازيل. تمام كده؟ يبقى نيتروجين. طب مين دول اللي هياخدوا دول؟ اشهرهم بتوع النكسيدين. بيكون عندهم درجه من درجات النيتروجينيك هي مش كبيره قوي بس بيرسيستنت معاهم، الكنترول بيبقى صعب. النكسيدين اللفظ غير هايبوثايرويديزم يا جماعه. لما اقول نكسيدين معناها ايه؟ سيفير، وان الميكسيومتس ماتيريال بقت موجوده في معظم التيشوز والريسبونس للتريتمنت ما بقتش كومبليت. الميكسيديما عادة انا ما شفتش حد ريفرسل بالمالكسيشن مع ان عملنا جود ريبليسمنت والليفل بتاع الايه؟ الهرمونز بقى تمام. انما لما اقول لك هايبوثايرويديزم ده جاست ان انا ظبطها كده الدنيا بتبقى انسان طبيعي، انما الميكسيديما بتاعها طبيعي خلاص؟ عشان كده ده الدواء ده اللي ماشي على طول، شوف الدواء اللي فوقيه هتستغرب قوي. تخيل واحد عنده دايورس، عشان كده مش مشهور بتاعه. بكمية كبيرة عشان اوقف له الدايوريتك دي شوية واقللها شوية بديله ايه؟ سايزايت. ده ايه يا عم ده دايوريتك؟ تخيل؟ اه ما هي الفكرة في الايه؟ في ان هو بيلعب على الايه؟ السنسيتيف. ماشي؟ زمان كان أدوية تانية ما بقتش موجودة بس خلينا هو اللي عايزك تعرفه ده. لأن ده مشهور في السوق والناس بتستخدمه عادي ومفيش أي مشاكل. وهيقابلك قصه الدايجيشن سيبس دي بدرجه من درجات وانت شايف البال، يبقى افتكرني لما تقابل الحالات دي. لما تقابل حاله كميه البول زياده شويه تقول لك مثلا ده انا بقوم بالليل كتير ومش عارف ايه، طب حليلي سكر وفيه، اطمني انت بقيت كويس وتروح. وخلاص بقى وبعدين شويه تروح لحد بتاع مسالك ما بيفكر بتوع الجراحه دول على راسنا من فوق يعني، بس معظم تفكيرهم كده على طول يعني. او بتوع البطنه يعني ايه يقول لك طب روح بس بتاع البطنه وبالسكر خلاص، ده الناس اللي هم كويسين فيهم يعني. انما للاسف خلاص هو يطمنه طالما في سكر انسان خلاص. فانت هتلاقي ان الحالات دي موجوده عندنا. طيب كل سيست كدني مش هتشوفوه؟ هتشوفوه. كرونيك كدنسي هتشوفوه؟ هتشوفوه. الناس اللي بياخدوا ادويه مضطرين يمشوا على ادويه وهي مضطره تشوف. نيتروجين جرين سايزايد وامانورايد ومش عارف ايه وكلام فاضي من الحاجات دي. بصوا يا جماعه معلش هتقروا بقى الديفرنشال دايجنوز والكلام ده. سياده سندروم هو عكس اللي احنا خدناه، عكس الدايبيسن سيبس. سيادة سندروم ده ومن اسمه معناها ان انا عندي ان ابروبريت انتي دايريتك هرمون سكريشن. اعتبرها كده هايبر سكريشن. بس هي مش كده، ساعات يكون السنسيتيفيتي متغيره زايده او ساعات يكون هو سكريشن زايد. طب ليه سموه سندروم؟ لان مش لوجيك ومش متفسر الميكانيزم ايه، ومش شرط يحصل في نفس الحالات اللي بيحصل فيها الايه؟ القصه دي. عشان كده ستيل لسه هو سندروم. طيب التفسير ايه؟ التفسير الاولاني اللي ممكن يتفسر ان في زياده في السكريشن. طب هيجي منين؟ البيتيوتر. طبعا لو في بيتيوتر هايبر سكريشن عادي مقبول يعني مش سندروم الحاجة. لا، ان تيومر هو اللي بيفرز ده. وده واحدة من البارانيكلاستيك سندروم بتاع الايه؟ الانتروجينيك كارسينوما بالذات. طب في حاجات تانية مفيش افراز فيها زيادة ولا حاجة. ازاي بيحصل؟ اللي هي التانية دي. تلاقي واحد جاله مش هقول لك اقول لك نيمونيا. عادي مفيش مشاكل. بس ابتدى يجيله صوديوم ووتر ريتنشن او يجيله ووتر ريتنشن معلش. ابتدي يجيله سيادة سندروم. طب ليه؟ ما حدش عارف، بس يقول لك الليجونيلا بالذات هي اللي بتعمل القصه دي، لو جاب عاد حط في دماغك الليجونيلا ديمونتي. التي بي، انت درست التي بي بس درست ان هو لازم يحصل معاه سيادة سندروم؟ لا، بس بعض حالات التي بي يحصل معاه سيادة سندروم. مننجايتس فوق وانكفاليتس وهيدروكيفلس فوق. دي ممكن تبرر شويه ان يحصل اريتيشن وتعمل، بس احنا متوقعين عكس،
ان لما يحصل استيميوليشن او ريتيشن او كده السكريشن بيقل مش بيزيد، عشان كده inappropriate secretion، هو مش عارفين الدنيا مش متظبطه. طيب drugs، drugs ثم عشان ما تتوهش في الادويه بين الدوايين، كان في ديميكلوسايكلين فوق صح؟ والعلاج كان تحت ايه؟ كربامازيبين صح؟ في المرض ده ايه؟ حط الكربامازيبين كسبب وحط الديميكلوسايكلين تحت هو الايه؟ ما تحفظش غير الاثنين دول كفايه عشان ما تلخبطش نفسك بس. يعني لما اجي اسالك بس احيانا بتتلخبط، هو كان ده اللي بيزود ولا كان ده اللي بينقص؟ طب اعمل ايه؟ وتلاقي الدنيا دخلت في بعضها. لا هما دوايين، الميكروسايكل حفظناه فوق والكربامازيبين برضه فوق في التريتمنت، اعكس هنا، حط الكربامازيبين في الباثولوجي وحط الميكروسايكل في الايه؟ في التريتمنت. طيب كلينيكال برزنتيشن بنكتشفه ازاي؟ تلاقي عيان من الناس دول سواء نيمونيا او برونكوجينيك كارسينوم او محجوز في مكان ما، هيبتدي يجيله المانيفستيشنز بتاعت الدايلوشنال هايبوناترين. طب المفروض ووتر ريتينشن المفروض يكون فيه ايه؟ قديم صح؟ ما يكونش فيه قديم. طب ليه؟ لان انا عندي مشكله في الووتر ريتينشن بس ما عنديش مشكله صوديوم. وهو ده الايه؟ اللي خلاني اقول لكم سوديوم ووتر رجعت فيها تاني، لا ده ما فيهوش صوديوم ايه؟ ريتينشن. الصوديوم اقدر اتحكم فيه وانزله وغصب عنه هينزل الوتر بطريقه ما، ففي درجه من درجات الدايلوسيس اللي هتمنعني السيفير مانيفستيشن وهتمنعني الايديم. عشان كده اكسيدنتلي كده تلاقي عيان محبوس في العنايه، انت برضه بتشوف اكيد انت مش واخد بالك، تشوف عيان في العنايه، العيان ده عنده نمونيا ومحطوط على فنتليتر والجير كونديشن بتاعته مش حلو، وبعدين عمالين نعمل له تحاليل فلقينا الايه؟ الصوديوم قليل، يقول لك بس ده نيوتريشنال ولا ايه؟ واقعد طب اديله صوديوم، طب اديلوش احسن خاطر، طب زاد ما زادش، طب السبب ايه؟ هي دي القصه، دي واحده من اسباب سيلف سندروم. حط في دماغك دي، التريتمنت بتاعها هيبقى مختلف شويه. طيب لما اجي برضه ايفالويت السبب بتاعي لازم ايفالويت النتيجه اللي هتحصل من الووتر ريتنشن اللي هتبقى ايه؟ اوزمولاليتي واوزمولاليتي في اليوتر صح؟ طيب الليفل بتاع الانتي دايوريتيك هرمون هيفرق معايا، عاده مش بنحتاج نعمله ولا اي حاجه، بس انت وانس ان انت لقيت الصوديوم والاوزمولاليتي ابتدت تتاثر، حتى ايفن الكيدني فانكشن بقت معكوسه، يعني انت عارف تبتدي تفكر في السيادة سندروم. السيادة سندروم الفكره بتاعه بسيط جدا، بس ان انا هعمل فلويد ريستريكشن بس هيقلل لك المانيفستيشن، المانيفستيشن اصلا مش سيفير. طيب الحاجه الثانيه، الدواء ده جديد بس خلينا نقول ماشي هو مش موجود هنا، بس زمان كنت يعني الديميكلوسايكلين اللي كنا بنستخدمه فوق اللي كان عادي الاصلي دايبيس انسيبس فوق ممكن استخدمه هنا فيتحط معايا الديميكلوسايكلين، انما الدواء ده جديد البكتات مجموعه البكتات، عشان كده اقول لكم اكتشاف الريسبتور هيطلع الانتاجنس بتاعه، هم قدروا يحددوا الريسبتورز كويس، فمجموعه البكتات من ضمنها تكون البكتات، عشان كده حتى انا عامل البكتات بايه؟ بقتل شويه فوق دي الانتاجنس ريسبتور هبتدي اقلل نفسي، بس للاسف مش افيلبل عندنا، فممكن استخدم الحاجات اللي هتزود الايه؟ سنسيتيفيتي. سيفير هايبوناتريميا هستخدم فيها الهايبرتونيك سلايد. حد له اعتراض على الكلمه الاخرانيه دي؟ لما الاقي سيفير هايبوناتريميا هديله هايبرتونيك سلايد، طب ما انا ليه من الاول ما اديلوش هايبرتونيك سلايد؟ اريح دماغي يعني. طب الهايبرتونيك سلايد هيحل ايه؟ هيحل الصوديوم بس هيحل الصوديوم ماشي، وهيحل ايه؟ ما الصوديوم هينزل بقى يبقى عندي صوديوم كتير فهينزل هيعمل دايوريسيس فهيحسن الدنيا صح؟ نظريا ايه؟ صح؟ هيتحسن لو هو عنده دايلوشنال، يعني دايلوشنال هايبرتونيك واديته هايبرتونيك سلايد هيتحسن مش هيتحسن؟ الايديم هيتحسن؟ الاوزمولاليتي هتتحسن؟ الصوديوم هيتحسن؟
اربع ايام يموت هو اتحسن وهيموت. طب ليه؟ عشان كده حطلها في الاخر وكتبها لك ايه؟ بس القصة صغيرة شوية. Avoid osmotic demyelination syndrome. زمان ما كانش حد بيقول لنا عليها عشان بس احنا ما كناش نعرفها بتضرب. بس لازم انت تبعثه عشان في يوم من الايام هيقابلك حالة يقول لك يا دكتور الحق ده الصوديوم بتاعها طلع 105 والكونشس ليفل كده مش عاجبني واضح ان الهايبوناترين عامله لها مانيفستيشن ده سيفير ومش عارف ايه. تقول لي يا ابني بص على لا ازازه 3% اتصل بيك النايب بعدها بست ساعات تسلم ايدك يا باشا العيان قاعد على السرير بيدعي لك. تاني يوم ربنا يخدك يا باشا الفرقه كلها بتدعي عليك. المهم اتصل ايه الصوديوم واللعب فيه مش كده مش هزار والله حياتنا الان بتبقى مشكله بقرار يعني. مره واحد هنا اتصل بيا هو كان بتاع عظام يعني فناس الطب اصلا يعني مش فاكر غير العظام واللحم ومش عارف ايه والمسامير والشركه الفلانيه والقصه دي فهو رائع ايديه رائع ما شاء الله يعني هو ما ذاكرش خالص يعني هو الدنيا على قد من ربع مش خلاص اللهم بارك واحد يعني. المهم قال لك لما اتصل بالراجل اللي ايه اللي عارف في الكبتين اللي عملت اتصل قال لي واحد قال لي كباتك انكفالوبس كباتك ايه؟ انكفالوبس. هما بيتصلوا بيا دلوقتي بيقولوا لي ايه ده الصوديوم قليل والدكتور فلان عدى عليه وقال له ايه كذا واداله العلاج ومش عارف ايه هو ما اعرفش ايه بس قال لي اداله علاج وخلاص وبقى زي الفل. وتاني يوم الليفل الكونشس ليفل عمال بيقل 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 وبعدين الراجل ما بقاش يتحرك ولا في السير ومش عارفين نعمل ايه عايزك تبص عليه. قلت له مش هلحق ابص عليه بس انا يا دوب عبال ما اخلص العدد يكون خلص انا خلصت هو خلص. المهم اوزموتيك ديماليشيا سندروم ده اللي بيحصل اللعب في الازموناليتي بتاعت البرين من اخطر الحاجات. لو انت عندك زياده في نسبه الصوديوم وحبيت تخففه بميه بيحصل برين اديمه في ثواني. تموت ولا تموتش؟ هتعمل ايه البرين اديمه؟ هتعمل ايه؟ انستريشن كونشس ليفل؟ ايه؟ كومبريشن على ايه؟ على السنتر سي. هو في حد عامل كويس اه هيموت من كونايزيشن. القديمه دي يا جماعه درجات يعني جاست انك تلاقيه توه كده وانت تقول مش مظبوط دي برين قديمه. طب بتحصل فين البرين قديمه دي؟ ان انا بديله فلوس كتير كتير دايبيتك كده اعتزاز ديك ايه؟ من اشهر الحاجات اللي بيحصل فيها برين ديك ايه؟ تلاقي العين فاق في ساعتين مات. بص عمال المخ بيورم. بص انت لو اديت هايبوتونيك او اديت فلويد هايبوتونيك عموما وهو عنده الصوديوم قليل اصلا فجاه كده تلاقي البرين ابتدى يحصل ايديما بينفخ ومفيش السكال مقفول اي حاجه فيبتدي يضغط على مين؟ البريشر يضغط على مين؟ ما فيش غير فتحه واحده حلوه دي تحت فورم الماجنوم يضغط لك على الفورم الماجنوم المظله تتزنق بالفيتال سنترز فيها يحصل كونيزيشن يموت. دي واحدة بتموت اهي. العكس بقى برضه بيموت. طب الصوديوم قليل عايز ازوده ما تزوده يا عم لا. لو زودته بسرعة وعملت فول ريبليسمنت انت نظريا صلحت. بس البرين من الحاجات اللي بتحصل فيه مش معروف سببها ايه برضه عشان كده ستيل اسمه سندروم. يحصل اوزموتيك ديمايلينيشن للبرين كله. فجأة كده كل الايه البرين يبتدي من كونشس ليفل افكشن وانت نازل كده فيتال سنترز افكشن فجأة تلاقيك كوادريبليجيك خلال 24 ساعة. اتفقنا؟ طيب يبقى سيادة سندروم دخلنا في سندروم يمكن اهم شوية. يبقى سيادة سندروم في حد ذاته ما هوش قاتل. ايه اللي هيحصل يعني شوية دايلوشنال هايبوناتريميا وداوت ايفن اديما. جاست تغير بسيط في الايه في الاوزموناليتي بدرجه ممكن وممكن لا تبقى سيفير في وقت من الاوقات ان هي تديني هايبوناتريميا مانيفستيشن. في اللحظه دي لو سيفير هضطر ان انا اعمل له ايه؟
هبعتلك سنة ريبليسمنت. لو عملت ريبليسمنت اكتب بس كوشوس ريبليسمنت وخلاص ماشي. انت على مستواك مش عارف، مش لازم تعرف الايكويشن ايه اللي انا بعمل بارس ريبليسمنت والريبليشن ده القصه دي. لان احنا نفسنا اصلا بنقعد نقراها كل ما نيجي نعمل ريبليسمنت ماشي. طيب حد سؤالي تي اس اتش او ثايرويد فانكشن، وتبتدي تشوف الايمجنج هل فيها بوليسيستيك كيدني كرونيك كيدني ديزيز ايا كان، والدرج خد بالك من الدرج اللي ممكن تعمل ايه القصه دي ماشي. الدايبيتس انسنس من اشهر الدرج ده ايه؟ خلاص ادويه الانتي سايكوتيك دراجز. خلاص تريتمنت الميكروجينيك دايبيتس انسنس طبعا المفروض ان هو هزود السنسيتيفيتي ولا اقل السنسيتيفيتي؟ هزود بايه؟ كاربامازيبين. كاربامازيبين والثاني كان ايه؟ اللي بيسبب النوم ديميكلو ايه؟ سايكل. هاخده واعكس بقى في الايه؟ في السياده السنتوم. اوعى تنسى عشان بص ما تشخصش السياده السنتوم مش مشكله مش هيموت. انما تشخصه وتنبسط بنفسك فتعالجه وتخلص عليه لا. يبقى افتكر الاوزموتيك ديماليشن سندروم. ويعني قصص كتير في القصة دي، ما تنساش القصة دي. والتاني افتكرني في الدكتور اللي قال اديك ايه؟ افتكرني في الايه؟ في الريبليسمنت بتاع الفلويد عشان برين ايديم يا جماعة. والله حصلت قدامنا تلاقي العيان زي الفل وفجأة صداع وبعد الصداع التر كونشس ليفل وبعد كده الاريست ماشي؟ حد له سؤال في البيتيوتري عموما؟